بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير رحمه الله، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قال الشارح رحمه الله: قوله من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. يحب المؤمنين لأنهم أطاعوا الله جل وعلا. قوله وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه. يبغض من عصى الله وإن كان من أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي يحبون من خالف الله ورسوله. لا تجد المؤمن يحب من عصى الله ورسول الله. قوله ووالى في الله، هذا الذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله تعالى أحب فيه، أي أحب المؤمنين في ذلك. ووالى أولياءه، أي يوالي المؤمنين، وعادى أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. فعلينا أن نحب في الله المؤمنين المتقين، ونبغض أعداء الله، ونوالي المؤمنين، ونعادي الكفرة والعصاة. اللهم وفقنا لذلك. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده. والولاية بفتح الواو لا غير، ولاية الله أي محبة الله، أي الأخوة والمحبة والنصرة. الولاية الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر ولاية الإمارة، والمراد هنا الأول أي محبة الله وولاية الله عز وجل. ولأحمد والطبراني رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد
صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان، أي أقوى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني رحمه الله. قال المعلق: حسن بطريق، يعني ورد من طرق كثيرة، فهو حديث حسن. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث مرفوع، وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود رحمه الله. قال المعلق: إسناده حسن. اللهم اجعلنا منهم، ووفقنا لطاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أكثر الناس المحبة بينهم لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي، أي لا ينفع ولا يغني على أهله شيئا، أي لا ينفعهم إذا كانت المحبة للدنيا، بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ، يوم القيامة، الأخلاء الأصحاب والأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، الأصحاب الذين كانوا على غير محبة الله تنقطع وتذهب ولا يبقى إلا المحبة في الله ولله. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما خير القرون، فما زاد في الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه، أي يقدم بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، لا يرى أنه أحق به من غيره، بل يقدمون إخوانهم على أنفسهم رضي الله عنهم، رواه ابن ماجه رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال هذا
أتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، المودة التي كانت للدنيا تقطعت وذهبت، ولا يبقى إلا المحبة لله جل جلاله. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم رحمهم الله وصححه. قوله قال المودة، أي التي كانت بينهم في الدنيا، خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض. المحبة التي كانت للدنيا تقطعت وذهبت، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي الرؤساء من الذين اتبعوا، أي الأتباع، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة التي كانت بينهم ذهبت. فهؤلاء المتبوعون رؤساء الضلال كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم، سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله أولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبهم فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله، وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلوا، كل سبب وصلو ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة الرسول، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك، فضلاً عن الشرك بينهم وبين غيره، فضلاً عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، محبة الله ومحبة المؤمنين ومحبة الرسول واتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه، وهي نسبة العبودية المحضة، إخلاص العبادة لله تعالى، وهي آخيته، يعني الأصل، أصله التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، الأنبياء والرسل كلهم يدعون الله، يدعون الناس إلى الله،
إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله عليهم الصلاة والسلام، على غير سنة رسله وطريقتهم لغير وجه، فيجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلينا أن نحب المؤمنين ونواليهم ونصاحبهم، ونبغض الكافرين والمشركين والمنافقين والعاصين، ونبتعد عنهم.